أشرت إليكم من قبل وأكرر اليوم بأن جيلي طاب جنان. أتوجه من خلاله وسعها. عاش من عرف قدره، عاش من عرف قدره، عاش من عرف قدره. والله يا جماعة الخير نرقصت بزاف في الراس والرجلين ما قدوها. الآن وصاعدا أرجو من الشباب أن يعملوا أكثر فأكثر من خلال الجمعيات والأحزاب، من خلال المنظمات الوطنية، أن يتشجعوا وينظموا أنفسهم لاستقبال ما يأتيهم من مسؤوليات في العهدات المقدمة. فجيلي طاب جنان، طاب جنان، طاب جنان. خمسين سنة من بعد نعمل كل أكاليل الزهر والورود للشهداء والمجاهدين، لكن نقول بأن دورهم انتهى بالنسبة لتسيير البلاد، انتهى بالنسبة لتسيير البلاد، انتهى بالنسبة لتسيير البلاد. فأنتم يا شباب الجزائر علكم عشتم 50 سنة مع الذين حرروا البلاد. اليوم الذين حرروا البلاد يقول لكم يا إخوان ما بقيناش قادرين، لابد أن توجدوا أنفسكم للمسؤوليات القادمة، لابد أن توجدوا أنفسكم للمسؤوليات القادمة. عفوا، هذا كان شعارنا، هذا كان شعارنا والدليل 1.5 مليون شهيد. نودع لكم الأمانة فلا تخونوها، فلا تتركوها، فلا تتركوها لغيركم يلعبوا بها، فلا تتركوها من لا يريد الجزائر خيرا فيعبث بها. ردوا بالكم يا أولاد، ردوا بالكم يا شبان،